كان إنسان مريض. أصل مفيش حد سوي يعمل كده، كان بيجري ورايا في كل حتة ويفضل يكلمني وأنا ما بردش عليه، ولما حس إنه مش هيوصل لحاجة ابتدى يضغط أكتر ويبتزني، وأنا اضطريت إن أنا أخضع لابتزازه وأقابله في المكان والوقت اللي هو حدده. ما كانش قدامي حل تاني، كنت عايزة أحمي سمعتي، سمعت الناس اللي بحبها، بس أنا ما قتلتوش. أعتقد إن موكلتي شرحت مبرراتها وسبب لقائها بالمجني عليه ليلة الحادثة، فأنا بطلب من سيادتك تعرضها على النيابة وتخلي سبيلها. لا يا استاذ حاتم، هي مش بتخلص كده، وحضرتك عارف كويس. لسه هنشوف موضوع الموبايل التاني بتاع جمال، ونتأكد إن هو كان بيبعت لها صور عشان يهددها، وأظن ده بيأكد إن مدام هند كان عندها دافع إن هي تخلص منه وتقتله. ده غير طبعا الفيديو اللي بتهدده فيه بالقتل، وهنستنى التقرير بتاع الطب الشرعي بالنسبة لملابس الأستاذة. لغاية ما ده يحصل الأستاذة هتشرفنا هنا لحد ما الأدلة تثبت إن هي ما قتلتوش. كل اللي أقدر أعمله مع حضرتك إن أنا أسيبك معاها شوية. بإذنكم. بيني وبينه حاجة، مفيش بيني وبينه ولا أي حاجة، كان بيهددني وأنا كنت رافضة، دلوقتي هو ده بتتهمني إن أنا اللي قتلته، أنا ما قتلتوش. أنا هدافع عنك كمحامي وهعمل كل اللي اقدر عليه عشان تطلعي براءة. عايزة اسألك سؤال واحد،